والله بيجي وحده من اثنين والله بيجي وحده من اثنين والله زي ابو وحده من اثنين والله زي ابو وحده من اثنين هذا كيف ما كتشوفوا هذا هو السردين الملكي كيمتاز بصفه عاليه وواحد الجمال كيف ما ذكروا النبي صلى الله عليه الصلاه والسلام يمشي باسود وينظر باسود وياكل باسود وهو كينحدر من واحد المنطقه اللي هي معروفه بالسردي هي بني مسكين هي اللي كناخذوا منها هو اللي محبوب الجماهير جميع المغاربه جدودنا وصونا على السردي وبقاو السردي ولا بحال 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 التراث في المغرب نقدر نقولوا عليه اقبال كثير السردي كيبغيوه الناس كيمتاز بالمذاق ديالو بالزين ديالو بالشوفه فيه بزاف الحوايج بزاف الصفات الناس اللي متوسط الدخل كاين عندنا الخروف ديال 4000 4500 5000 على حسب الوزن اللي غيوزن وعندنا هذا ملكي كنبيعوا للمعاينه معاينه كيجي كيشوف كيقلب هادي كنبيعوا نشريو معاه ما كنطلعوا لا ميزان لا والو هو الا طلعنا الميزان كاين واحد 150 كيلو 155 148 140 كيلو هذا السردي الملكي اللي عندنا من اكبر الاحجام من اكبر الاحجام اللي كاينه هذا هو الماكسيموم ديال الحجم ديال السردي كاينه 9000 كاينه 10000 كاينه مليون و 60000 مليون و 50000 على حسب كل حولي والمميزات ديالو والثمن ديالو وكيف ما كتعرفوا هذه حنا اصلا اختاريناها بدقه من ناحيه الدوره ديال القرن من ناحيه الصوفه ديالها من ناحيه الجمال ديالها كنختاروها بياسه بياسه جميع الاغنام اللي كتدخل عندنا الفيرما كتختار بواحد الدقه بلي ديطاي ديالها كاملين كيجيو بعينهم غامضين كيجيو كيقضيو الغراض كيمشيو مع كيجي كيشوف بعينه وكيقول لك خذ لي هذاك صافي عبر ليا عندنا اللي مربي وعندنا اللي كنشريوه فهمتي كيفاش لان العدد تكون كبير لان المبيعات كثيره ما يمكنش تربي كل شيء اللي يحتاجين شي حاجه حنا اغلبيه كنشريو تو السردي راه داوي على راسه خويا السردي راه داوي على راسه هذا راه شار للنبي عليه الصلاه والسلام في افضل الشات قال لك تمشي في سواد وتاكل في سواد وتنظر في سواد والغنم الاصلي ديال البلاد راه هي هذه المعروفه اللي اول بريميير شوار هي السرديه وتابعه البرقيه وهكذا السردي كيمتاز بالمذاق لانه ارفع غنم في المذاق هي السرديه البروميان ثم ثاني حاجه البرقيه وفي الجمال انت كتشوف وري المواطنين راه الاولى في الجمال هي السرديه وفي تبارك الله الميزان ومعشوقه الجماهير السرديه راه معشوقه الجماهير هي الاول هذا هو لك راه كاينه الفصا كاين الضرا كاين شويه ديال الشعير كاين شويه ديال الشمندر وكاين شويه ديال التبن طبعا راه الشيء اللي كاين راه هو في هذه الحاله ديال الجفاف راه ما تيكونش الرعي الاغلبيه كتكون اعلاف الغنم ملي كتزاد وهي كتاكل ونطلبوا الله سبحانه وتعالى يسر الامور ثلاث سنين ديال الزواره في المغرب شويه نطلبوا الله يسر الامور ويجيب شي عام يكون مبارك باذن الله وغتجرب العاطله ضروري كتقاوم تتوجد السلعه ضروري غتقاوم بالعاطله لانها ما غاتيش تقال هاد الضيعه راه عندها تقريبا واحد 20 سنه والزبائن مولفين لدابا ودخلت تقضي الغرض باي وجه كان ما يمكنش ترجع للور ضروري والاثمنه السوق راه معروفه تقريبا راه السردي بادي ب 80 درهم ماشي الغنم غاليه دابا كاين واحد القضيه الغنم كتواكب الامور الاخرى راه كلشي غلا راه عالمي في جميع السلع راه ما يمكنش دابا راه هاد الثلاث سنين دوين على ديال الجفاف الغنم باش كتعيش هاد الكسيبه راه كتعيش بالرعي ما كانش الرعي كتعطيها الماكله الماكله راه كتشرى راه ضروري راه كتقام داكشي راه غالي راه الحولي كيكون 15 درهم في النهار 10 درهم 15 درهم راه باش كتوجد هاد السلعه راه ماشي ساهله ما يمكنش غير تبيع بشي ثمن اللي هو العلف راه ما بقاش العلف بجوج دراهم 50 ريال العلف راه تتراوح باديه من 50 حتى ل 5 دراهم السوجه راه كدير وقيله مع 130 ريال الفصه بالا كدير 120 درهم البال دابا ديال التبن هاو يلاه بادي الموسم ديال الحصاد راه بادي ب 30 درهم دابا البال كيوصل عندك هنا ب 40 درهم هي لا بد راه هادشي باش كيوجدش رخيص وراه كلشي غلا طبعا الحاولي راه من ضمن المشتريات راه كلشي غالي يا ود عمي راه كلشي باين المواطن راه عارف كلشي الغرا راه كاين مع الانسان ما غادي نطلب الله سبحانه وتعالى يدير شي فرق كاين الدعم طبعا في الغنم ديال الميرينوس لان الدوله دعمت الميرينوس باش تدخل يعني تنافس هاد الغنم ديال البلاد لان كاين شويه ديال القله في ثلاث سنين فارتأت الدوله تجيب الميرينوس باش ترفع من الاعداد ديال الاضاحي باش المواطنين يوصلوا الكسيبه بواحد الثمن شويه اللي
المناسب، لان لقى الضغط على هذه ديال البلاد غادي يرتفع الثمن. انا كاينه قاعده ديال العرض والطلب، الا كان الطلب كثير اكثر من العرض راه غيرتفع الثمن. لذلك الدوله ارتأت هذه المساله، هذه دخلت الاغنام من اوروبا ودعمت الناس اللي كيدخلوا الغنم باش الثمن يبقى شويه تحارب هذاك الغلاء، ما يوصلش لواحد المستوى اللي ما يقدرش عليه المواطن. هو اللي كاين، هو راه ضروره تلاقى تزيد الكو دائما. ما غتكلفش راسك شي حاجه ما طيقاش، انت عندك 50000 شري ب 50000، ما تكلفش راسك شي حاجه اللي ما فهمتي سير على جهدك. هذا هو، ربما قضيه الاقبال مبنيه على قضيه الطاقه الجيبيه نقولوا، فهمتي؟ لان كاين واحد الشريحه كبيره في المجتمع ما قاتش على حوالي ديال 100000 ولا 4000 درهم، لكن شي مسكين على القدر ديالو، الله يحسن العون، ما غادي نلوم حتى شي واحد، كل واحد كيدي على قدره الاخ كريم. هذا الشيء عباده، العيد عباده، الانسان يستحضر فيه النيه، فهمتي؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الانسان ملي يجي يضحي يولي وجه الله، فهمتي؟ راه دير همون خير من 1000، لكن عمل لوجه الله ربي راه كيتقبلو وكيبارك. ماشي الفائده في انك الحول اللي شريتي قداش، الحول اللي من شريتيه، فهمتيني؟ راه كل شيء فايت، وكتبقى الاعمال، ونطلبوا الله عواش مبروكه، والله يبلغ المقصود، وعيد مبارك سعيد مسبقا. قبل المغادره لا تنسوا الاشتراك في قناه العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركه الفيديو والضغط على زر الاعجاب.